خويا المشكل في كاين كاين في لجنة اليقظة، لجنة اليقظة ما درساش الميف ديالنا، حنا كاين مع شركة مناولة لانترين سميتو عندها كوزيمار، عندها لوسيور، عندها دراري بيمو، عندها دراري فريد فود. رقم المحاماه ديال هذا القانون اللي جاي في الاول دار شهر ثلاثة، حنا ما استفدناش شهر ثلاثة، ما ديكلاروش بينا وشهر ربعة ديال السنة وديكلارو بينا، تبدل القانون. قالوا حكا الشركة اللي كان المحامي ديالها فوق 50% ما تستافدش، وكان الأجر ديالها فوق 500 عام ما يستافدوش. وحنا هما الضحايا، 150 عام ما استافدش من 2000 درهم، هذا هو المشكل، حنا ما استافدناش. وباقي شهر وهاد الساعة اللي ما خدامينش. حنا شهر ثلاثة ما استافدناش، شهر أربعة ما استافدناش، وشهر خمسة وهو ما نستافدوش. هذا هو المشكل اللي كاين، خاصة تجي اليقظة. أنا تشوف الوضعية ديالنا تراجع، ما كاينش راه فات الوقت. حيت المواطن ما فيهاش فات الوقت، ولكن مشى الأجل. خاصة تراجع الميف ديالنا وترجع لنا، تعطينا 2000 درهم ديال الشهر اللي فات، وتعطينا 2000 درهم ديال الشهر اللي جاي. إذا كانوا فعلا بغا يخدموا المواطن، الملك عطاه 200 مليار سنتيم من جيبو باش يخدموا هذا المواطن، خاصهم يعطوا الناس سميتو. حنا خويا كنا درنا احتجاج داك الشهر الثلاث وداروا معنا باش غيعطيونا واحد 1000 درهم، اليوم جينا باش ناخذوا 1000 درهم، قال لك لا غنعطيوها لكم مع السلف، ما قبلناش ليهم، الاخوان والاخوات ما بغاوش يقبلوا لهم ديك 1000 درهم سلف، اضطرينا باش نمشيو عند القايد الثاني اللي كان صراحه استقبلنا بكل قلب رحب، وقال لهم بانه ما خاصكمش سيروا لديوركم، خذوا هاد 1000 درهم، واخا عطاونا ورقه بان راه على السلف حاليا، قال لك غدا غيعطيونا فلوسنا وغناخذهم وغنمشيو فحالنا. حنا ما بغيناش في هاد التظاهره نديروا تجمع ولا نديروا فوضى ولا شي حاجه، حنا بغينا على حقنا. كنطلبوا من الجمعيات الحقوقيه ديال الشغل تقف معنا وتشوف هاد الامر، الله يجازيهم بخير. السلام، حنا من شركه سكين، جينا اليوم باش نديروا واحد وقفه احتجاجيه على قبال تعويض ديال لاكي سوسيال من شهر ثلاثة، وحنا كنتسناو في التعويض. شهر ثلاثة ما تعودناش، شهر ربعة ما تعودناش، دابا فين جينا؟ نهار اثنين جينا عندهم دينا وقفة احتجاجية هنايا، قالوا لنا سيروا كونوا هانين غنعطيكم 1000 درهم. جينا اليوم على أساس باش ناخذ ديك 1000 درهم، لقيناها السلف. طلعنا كنحاوروا معاهم على قبل هاد 1000 درهم اللي باغي نعطيونا السلف، حنا بغيناها معطى، حيت هما قالوا لنا غنعطيكم 1000 درهم معطى. جينا اليوم كنلقاوها السلف. درنا وقفة احتجاجية عاوتاني، طلعنا مع ساعة المدير وساعة القايد، طلعنا معاهم القيادة، خرجنا بواحد القرار هو 1000 درهم راه ماشي السلف معطى، وكاين شي ناس عاطينهم 500 درهم. حنا ما وافقناش لهم، يعني كل شيء خصو ياخذ 1000 درهم. تكون المساواة، تكون المساواة. والاولى والاخرى الله يدير لنا شي تاول ديال الخير. هاد الشركة عليكم خويا. السلام عليكم خويا، حنا داك الاسبوع اليوم الثلاثاء درنا احتجاج بسبب الكوفيد 19 من لا سي ان اس، ما لقيناش انهم ديكلارين بينا. صافي هضرنا معاهم، قال لك صافي نهار اثنين جيت تاخذ في رزقك 1000 درهم غنعطيوها لك كسلف. فجينا اليوم كنكتشفوا بانهم عطاونا غير 500 درهم، 500 درهم هي 500 درهم هو انها سلف ماشي معطى. ودابا حنا بغينا نسالوا، حنا مطالبين برزقنا، بغينا غير التعويض ديالنا، هادشي اللي كنطالبوا به.